السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. غادي نشارك معكم اليوم هذا البسم من بواحد الخلطه سحريه كتخليه مورق وناشف من الداخل، وغادي تعجبكم ان شاء الله. والطريقه سهله، وبالنسبه للمبتدئات تبعوا هذا الفيديو غيفيدكم ان شاء الله. هنايا كما كتلاحظوا غنحتاجوا جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال الماء دافي، غادي نحتاجوا كذلك الفينو والقمح، غادي نحتاجو يعني كاس ونصف. هاد المرحلة هادي راه زوينة بزاف البنات، جربوها الطريقة، غادي تسهل عليكم الدليك ديال العجينة ديالكم. غادي نطربو مزيان هاد الخليط حتى كيتجانس مزيان، حتى كيوليو عندنا واحد الفقاعات من الفوق ديال الخليط. هنايا غادي نضيف هاد المقادير اللي غادي نضيف هاد المقادير هادو، ملح وقبيصة ديال الخميرة الفورية غير شوية، وهنايا عندي ملعقة كبيرة تاع العسل، وتقدروا تضيفو نتوما سنيدة. غادي نخلطو مزيان، غادي نطربو مزيان هاد الخليط هذا حتى كينسجم لينا العسل والخميره والملح. نعم، انا حصلت على هاد الخليط هذا اللي غادي تلاحظوا معايا، غادي نصبوه في القصريه. هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا الخليط ديالي زوين بزاف، هانتوما كما كتلاحظوا راه طرب حتى ولا يعني الحبيبات مابقاوش كيبانو. هنايا مشى ليا المقطع ديال الفرص فاش ضفت الدقيق الابيض، حتى جيت 3 ديال الكيسان ديال الفرص ضفتهم هنايا في الخليط ديالي او في العجينه، وكتعجنوا العجينه ديالكم اولا غير كتجمعوها. العجينه كتلتصق بليا دايما كما كتلاحظوا، انا غادي نخليها غير بحال هكذا، غادي نجمعها غير شي شويه، وكندهن لها الوجه ديالها بالزيت ونطوها بالبلاستيكه. غادي نخليوها يعني ترتاح واحد 10 دقائق حتى 5 دقائق هكا، 5 دقائق 10 دقائق. هنايا غادي نوجدو الخليط اللي غادي نورقو به، غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال الزبدة، وغادي نذوبوها حتى تولي على شكل نوازيت ما يبقاش فيها داك الحليب. هنا احتاجيت نص كاس ديال الزيت، وضفت ليه هاد الزبدة اللي ذوبنا كما كتلاحظو، وراني درتها في هاد الطراب هذا. 3 ديال المعالق ديال الفينو، 3 المعالق ديال الفرص، وطربوا هذا الخليط حتى كيتجانسوا المكونات.
كنتمنى ان شاء الله يا ربي ما تنساونيش ملي اللايك ديالكم واشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو هذا وهذه القناه هذه. و الى عجبكم اكيد الفيديو خليوا لي التعاليق ديالكم اللي زوينين ولايكات باش يتشاف الفيديو اكثر. هنايا كنورقوا كما كتلاحظوا كنورقوا المسمن ديالنا بحال هكا بالزيت. كندهنوه بهذا الخليط هذا، هذه الوصفة سحرية، هذه الخلطة سحرية رائعة جدا. اعتمدوها في المسمن ديالكم او في الملاوي ديالكم، كتجي رائعة، كتخلي المسمن مرق وفي نفس الوقت كتخليه ناشف ما كيجيش ميدم. بالنسبة للفيديو راه شرح نفسه، كنتمنى ان شاء الله يا ربي يكون واضح. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي وغادي ننتقلوا ان شاء الله للطياب. كنتمنى ان شاء الله يا ربي وصلتوا لهنايا ما تنساونيش ملي لايك وتابوناو عندي في لاشين ديالي، فضلا منكم اكيد وليس امرا. ولا عجبكم الفيديو
وكنتمنى تكون فرجه ممتعه، وكنتمنى يكون هاد الوصفه هذه او هاد المسمن هذا من الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل ديال المسمن ديالنا اللي كيجي رائع وزوين ومورق كما كتلاحظوا، كيجي زوين بزاف ورطب وهشيش وطري بزاف، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوه بهذه الطريقه هذه وبهذه الوصفه هذه ان شاء الله.